اشتغلت في عده جمعيات هنا في الخزيرات بحال مارخيني سيبين كولوس اللي كنا كنخدموا بها مع الجاليه المغربيه، كنحاولوا نساعدوا المهاجرين بالنسبه الى عندهم شي مشكل في الترخيطه السانيتاريه يعني البطاقه ديال الطبيب، وايضا الاوراق باش كيسويو الوضعيه ديالهم في اسبانيا. كان طبيعة الحال احنا في الخزيرات الحاجه اللي عندنا ميزه اللي عندنا في الخزيرات ان عندنا القنصليه اللي تابعه لها مالاغا وتابعه لها كاديس، يعني حوالي المهاجرين المغاربه اللي هنايا في كاديس ومالاغا حوالي 100,000 او اكثر مهاجر. بالنسبه لنا حنايا كجمعيه وكفاعلين جمعويين كنحاولوا نساعدوا اي واحد من الجاليه المغربيه عنده مشكل، سواء كان على البروجي اللي كنا خدامين فيه هو كان ضد العنصريه، الى عنده اي مشكل في العنصريه او تعرض للعنصريه كان هنايا في القانون الاسباني عندنا الحق اننا نتابعه قانونيا، وخا يكون عنده الوراق او ما عندوش الوراق، وخا تكون الوضعيه ديالو غير قانونيه في اسبانيا عنده الحق انه يديكلاري على هاد العنصريه. ايضا كنساعدوا الناس في عمليه ديال اللي بغى يجيب الوليدات ديالو، التسويه ديال الوليدات ديالو من المغرب لاسبانيا، كنساعدوهم كنحاولوا نجمعوا الوثائق ديالهم كنحاولوا ندفعوا معاهم الوثائق ديالهم، وديما حنا كنكونوا في رهن الاشاره ديال الجاليه المغربيه. بين الانشطه اللي كتقوم بها الجمعيه اللي كتخدم فيها مارخيني سيبن كولوس كاين عندهم واحد المشروع ديال الكومبيبنسيا، هي التعايش هنايا في الخزيرات، كنحاولوا نعملوا انشطه ديال التعايش باش يندمجوا ويكون واحد الاندماج في الخزيرات بالنسبه للجاليه المغربيه. ايضا كنساعدوا في الناس اللي كيقلبوا على العمل، كنحاولوا نقلبوا معاهم على فرص عمل موجوده هنا في الخزيرات. ايضا عندنا دورات تكوينيه مثلا اللغه الاسبانيه، كيكون بزاف ديال الجاليه كيجيو ما كيعرفوش اللغه الاسبانيه، كاين دورات تكوينيه مده ديالها 9 شهور كتقسم على 3 شهور 3 شهور 3 شهور، كل 3 شهور كيكون فيه النيفو الاول النيفو الثاني والنيفو الثالث. ايضا كنساعدوا كما قلت في عمليه ديال البحث عن العمل، هي كاين واحد البروجي خاص كتجي كنحاولوا نساعدوا انه يصاوب السي في ديالو، يصاوب السيره الذاتيه ديالو وفي المجال اللي كيخدم فيه هو والمجال اللي كيفهم فيه هو، وكنحاولوا نبحثوا معاه على هذا الميدان هذا. من بعد الازمه ديال كورونا كما قلنا ان كان واحد الازمه كبيره بالنسبه للشغل، بزاف ديال المحلات سدوا، بزاف الناس كانوا عندهم مشاريع وقفوهم، وهذه هي كانت الوجهه من العاصمه مدريد او برشلونه ومدن الكبار، جاوا الناس بزاف استقروا هنا في الخزيرات بحكم المعيشه نقص الثمن ديالها، بحكم واخا فرص الشغل كاينه قليله من بعد كورونا هنا في الخزيرات لانه وقع واحد الشوت كبير خلى ان بزاف الناس سدوا المحلات ديالهم سدوا المشاريع ديالهم. ولكن هنا فين كنتواجدوا في كاريداد في الحومه ديال لا كاريداد تقريبا كاين 80% ديال النيغوسيوس اللي كاينين هنايا ديال المشاريع اللي كاينين هنايا مشاريع مغربيه، المشروع جزارة، مشروع البقالة، مشروع مشروع المطاعم أيضا كاين بزاف، وفتح هاد المشاريع هذه فتحات باب شغل للمغاربة. اليوم كندويو على واحد الموضوع ديال الجمعيات ديال اللي كاينين في اسبانيا كيقولوا كيعاونوا كيديروا، أنا وحدة اللي دزت من داك الشيء دزت منه هادي شحال يعني قلت راه ربما غيعاونوك تبدل الورق، حيت انا كانوا عندي الورق 200 قريب يموتوا، قلت نمشي عندهم انا هما يقدروا يعاونوا واحد عنده الورق خاصو يبدلهم. مشيت ما كيعاونوش وما كي والو والو، يعني كانوا معايا البنات كانوا معايا الدراري كيدوزوا 3 شهور معاهم ربع شهور وكيقولوا لهم خرجوا على برا صافي ما تبقاوش معنا، وهذا الشيء كان وقع لي في مدريد. انتونسيس واحد المدينة كبيرة مدريد وكيقولوا كيعاونوا فيها جمعيات بزاف، حتى وحدة ما كتعاونك، ونهار كتمشي عندهم انك كتقول لهم انا غنبات في الزنقة ما عندي فين نمشي، حتى شي واحد ما كيديها فيك، لا لا حتى شي واحد واخا كتكذب عليهم وما عادش كدير عليهم، وحتى شي واحد ما لا علاقة ما كيعاونوكش. واش انك جينا اسبانيا خصك تقلب على راسك انك تمشي تخدم وتتعرف على ناس يعاونوك. دوزت معاهم شهر وجراو عليا جراو عليا وجابوا لي بوليسيه جراو عليا وما دايره لهم والو، انني كنت كنمشي نبات بالليل وكنصبح في الصباح كنخرج في حالاتي وخرج. جيت بقى قاصر كان في عمري 16 عام قريب ندير 16 عام
ودابا الحمد لله خدامه جريت على راسي، ماشي هما اللي يعاونوني. خرجت كنقلب على راسي من مدينه لمدينه وتعلمت نخدم، وهما اللي عاونوني الحمد لله. بدلت دراعي هو اللي بدل لي الورق ديالي، ماشي الجمعيات. وكنوجه واحد النصيحه للشباب اللي كيجيو في قوارب الموت، داكشي اخويا اسبانيا ما بقاتش كيف ما هادي شحال، يعاونوا ولا يديروك شي حاجه والو. الا ما جيتيش شمرتي على دراعك ونطي خدمتي وجريتي على راسك، راه تبقى هنايا زيرو، ما دير والو. الا كانت فيك النفس هادشي، الا كانت فيك، الا ما كانش فيك ابقى في المغرب. هادشي اللي كنقول.